بمعنى .com .net و .org. عند التحدث عن أسماء المواقع التي تتيح لنا الوصول إلى المواقع التي نحبها، قد نجد الكثير من نطاقات أسماء المواقع التي تعرف باسم TLD مثل .com .net .org وغيرها. اليوم سنشرح الفرق بين أسماء هذه المواقع والاختلاف بينهم. .com هو نطاق مخصص للمواقع التجارية والمواقع التي تهدف إلى تحقيق ربح أو أي موقع متنوع. .net هي المواقع المتخصصة في الشبكات أو أي موقع متنوع أيضا. .org نطاق مخصص للمنظمات الغير ربحية، لكن لا توجد محاذير على استخدامه لأي غرض آخر. .tv هو مخصص لمواقع الفيديو والمحطات التلفزيونية. من المفترض أن هذا النطاق مخصص لدولة توفالو المعروفة باسم جزر إليس، لكن فيما بعد تحول .tv إلى نطاق مخصص للفيديو والتلفزيون نظرا لكثرة استخدامه لهذا الغرض. .gov مخصص للحكومات ومقرات الرئاسة وغير متاح لأي أشخاص أخرى. .edu مخصص للمؤسسات التعليمية فقط مثل الجامعات ومراكز التكوين المهني ووزارات التعليم ووزارات التعليم العالي. .mil مخصص للجيش. توجد الكثير من النطاقات الآن، حيث ظهرت نطاقات جديدة مثل XYZ أو .biz، لكن هذه النطاقات ليست بأهمية النطاقات الثلاث الرئيسية الموجودة في العنوان. كما توجد نطاقات أخرى متخصصة لكل دولة مثل .ae خاصة بالإمارات العربية المتحدة و .sa خاصة بالمملكة العربية السعودية.